جاز يعني. طيب أستاذ خالد، مع كل المعلومات ويمكن ده جزء منها اللي تحقق فيها نجاح في وجود حضرتك في منصب أمين الصندوق، إيه سر أو تفسير حضرتك للخروج من قائمة الكابتن محمود الخطيب اللي ينوي الاستمرار في نفس المنصب بص كرئيس؟ يعني انا مش شايف يعني، مش عايز اتطرق للموضوع ده، نعم ولكن انا العلاقه كويسه والحمد لله، وكابتن الخطيب ده اخويا كبير، وحتى لو في اختلاف في وجهات النظر دي حاجه مش وحشه، حاجه صحيه، مفهوم. وهو بنفسه اشاد بشغلي واشاد في المؤتمر بالحجم الميزانيه والاداء وكل حاجه بتقول ان احنا كنا كويسين، ما فيش اي حاجه. طب خليني اقول لك انه يعني اعضاء من القائمه المقبله في قائمه الكابتن محمود الخطيب في لقاءاتهم التلفزيونيه في الايام الماضيه كانوا بيتكلموا على ان هم لحد اللحظات الاخيره مش عارفين هيدخلوا ولا لا، بل وعاشوا ساعات توتر. هل الاستاذ خالد الدرندلي كان برضو مش عارف هيدخل ولا مش هيدخل لحد اخر لحظه، ولا كان متيقن انه هيدخل واتفاجئ انه مش هيدخل؟ لا انا اتفاجئت ان مش اتفاجئت. بس يعني برضو الحاجات دي انا يعني برضو مش عايز اتطرق ليها، خلاص يعني اللي كاتبه ربنا كله كويس، وانا جمعية الأمية هي يعني مش الفيصل اللي ما فيش حاجه ان شاء الله يعني، ايوه ولكن هي الجمعية الأمية برضو من حقها هي اللي بتقول طالما في صالح النادي، وانا في كل الاحوال وفقت او لم اوفق، تمام ببارك للي كسبه ايا كان مين اللي هينجح في المجلس، ايدي في ايديهم برضو في اي وقت انا واحتاجوني في اي حاجه، لو انا مش موفقتش، لو وفقت انا بدخل المجلس زي ما اتعودنا وزي ما شفنا كل المجالس اللي قبل كده، ان ما فيش اي خلاف ان شاء الله. وارجع اقول هو الخلاف يبقى في وجهات النظر بس، مفهوم. في انت عايز ايه، اولوياتك للصرف، اولوياتك للرؤيه بتاعتك، انما خلافات انا مش شايف ان شاء الله يكون في اي خلاف لو انا بإذن ليا الله. نصيب يعني. اتكلمت في انه قد يكون في احيانا وجهات نظر بيحصل امين الصندوق له فكر وهو صاحب الراي مش القرار المالي، ويعرض على مجلس الاداره ومجلس الاداره يتخذ القرار اللي ممكن يكون بيخالف راي امين الصندوق نفسه. ايه اهم النقاط اللي ممكن كنت قلت فيها راي مالي والاغلبيه قررت رايا مخالفا، فتعاملت معها بمنظور آخر رغم إنك كنت صاحب رأي مخالف وبالتالي أمر مالي مختلف؟ أستاذ خالد، بص انا عايز اقول حاجه، ما ينفعش يعني قراراتنا ما بتطلعش بره، تمام. يمكن انا لما بعض الناس قالوا باسرار ولا اسرار انا ما اتكلمش في حاجات تخص شؤون النادي، شؤون النادي طبعا دي قراراتنا اللي احنا اتعودنا ان احنا بناخد قرار امين الصندوق موافق مش موافق، المجلس منقسم فيه، خلاص القرار طلع ما تمام حدش بيطلع يقول مين وافق ومين موافقش، كلنا موافقين بنعمل دعم لهذا القرار ايا كان راي جوه المجلس ايه، ايوه وده حقيقي، ده مش بقولها تمام كلام كده يعني، انما لما بنتكلم في حاجات عاديه تانية دي مش اسرار يعني، مفهوم. انما طبعا قرارات المجلس ومين قال ايه ومين قالش ما بنتكلمش طيب، فيها خالص. ما بعيد عن الاسرار اللي هو، ولانه ده فعلا يعني احنا ممكن يكون المجلس دايما بيطلع لنا بقرارات ما بنبقاش عارفين مين اللي خد القرار او مين اللي كان موافق ومين اللي كان معترض، في الاخر قرارات مجلس اداره النادي الاهلي كلنا في البرامج بنبقى عارفينها بالشكل ده، لكن هل ما بعد خروجك من القائمه او عدم اختيار حضرتك في قائمه الكابتن محمود الخطيب ومطالبات البعض لحضرتك بالانسحاب او الاعتذار عن عدم خوض الانتخابات، هل فكرت ولو للحظه انك ما تاخدش الانتخابات؟ لا اصل انا يعني مش حكايه كده، لما بتحس ان شيء حصل غريب وانت ما تبلغتش، وفي نفس الوقت انت شايف يعني ان انت الاقرب، او مش عايز اقول الاقرب، لا احنا كلنا يعني واحد، ولكن من حقك مكان، تشوف نفسك الأقرب، دي مش مشكلة؟ عايز ادخل في حاجه زي كده، ولكن ان انت ده مكانك اللي انت خدمت فيه من 2002 للنهارده، أيوه خدت فيه الخبره مفهوم. من خلال خلفيتك المالية في قطاع البنوك، مع اللي انت اتعلمته في من مجلس ادارة في الحتة دي بالذات، ما انا ممكن ابقى في مجلس ادارة بس مش مفيش اتصال بيني وبين المكان ده، اي فانما انا كنت يعني من الدورتين الاولين نائب، والدورتين الاخرين انا قايم بالعمل، نعم قايم بمنصب منصبك منصبي، فطبعا قطعا هيبقى انت حاسس ان انت من وجهة نظرك انت اديت ولسه عايز تدي، ايوه فليه لا يعني. يعني مثلا عايز اقول لك على حاجه، الموضوع مثلا بتاع الشركات، لو قلنا الشركات، احنا الشركات دي كانت حلم لينا،
كلنا، وفعلا حاجه محترمه وحاجه مفيده للنادي، وكان كلنا بندعم هذا القرار ولينا رؤيه فيه ان هيعود بالنفع هاي للنادي. انت برضو الشركات دي انت هتقدر تساعد فيها وانت امين صندوق ايوه او عضو، تمام. مش هتفرق يعني، واخد بالك؟ لكن كأمين صندوق يساعد فيها بشكل اكثر. في حاجه واحده، ايوه انت وانت عضو، اولا الشركات دي هم ليها مجلس اداره مستقل، وانت مساهم بالنصيب الاكبر، بس ممكن بعد كده هتبقى في البورصه، ايوه هتبقى انت ليك ممثل في مجلس اداره، انما انت هتساعد من هنا او من هنا. الناس دي الشركات دي ثلاث شركات عندهم ثلاثة عمالقة اي على رأس مجلس الإدارة، اه أستاذ ياسين منصور طبعا طبعا رجل أعمال كبير جدا وله خبرة في كل المجالات، معاه مجلس إدارة تقيل، مهندس مصطفى مراد فهمي، يعني المجال بتاع كرة القدم والحتة دي هم مفيش أحلى من كده. اي فهم المهندس الأستاذ ياسين منصور معظم شغله في دول العالم كلها، اي فهو عنده الحتة دي. شركة الإنشاءات المهندس أيمن إسماعيل راجل تقيل جدا في هذا المجال، عنده في التطوير العقاري هذا المجال بالنسبة له من أبرز اي الأمثال اللي فيه. سيادة الوزير يحيى راشد في شركة خدمات مع برضه مجلس إدارة، يعني الثلاثة ناس عندهم اتصالات بره وجوه وعلى قدر كبير جدا 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 من الثقل المعرفة في هذا في مجال كل شركة منها. اي انت بقى بتحتاج في الاخر امين صندوق يقيم ايوه اعمال هذه الشركات ومردودها ايه على النادي تمام من خلال ميزانيات هذه الشركات اللي انت انشأتها، عملت ايه وعادت على النادي بايه. هنا بتحتاج بقى امين صندوق يكون برضو عنده خلفية مالية يقيم لك الكلام ده، مفهوم. واي عضو مجلس ادارة تاني ممكن يساعد، مع ان هي المساعدة هتبقى من كل المجلس او مفهوم. مش محتاجة المجلس.